طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حاتم النجار، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية. نرحب بجميع الحاضرين معنا في ويبينار اليوم بعنوان دور المهندس الطبي في المنشآت الصحية، واللي حيقدم اليوم معنا دكتور ماجد كمال نور، هو رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية في المملكة، ومدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية، أستاذ مشارك بكلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز. حياك الله يا دكتور ماجد، وتفضل معنا. حياكم الله. شكرا دكتور مهندس حاتم، يعطيك الف عافيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول شيء حاب ارحب بكم جميعا في هذا الويبينار. باذن الله يكون ويبينار خفيف ولطيف عليكم، وباذن الله يكون فيه له اضافه وفائده او معلومه تكون جديده عليكم. ان شاء الله يكون كذا يعني لقاء انتراكتيف، مفتوح عندنا الشات اللي يحب يسال اي سؤال، الكيو اند اي، وان شاء الله برضو في اخر السيشن ممكن نفتح المجال للمداخلات الصوتيه. طيب، قبل ما نبدا خلينا بس نبغى نعرف مين معانا في الويبينار. اذا ممكن ندخل على هذا الرابط menti.com وندخل الكود 14 4 7 8 8. أنا برضو ممكن أشارككم في الشات، اسمحوا لي بس. الآن موجود في الشات الرابط مباشرة اللي حاب يدخل. طيب، الرابط موجود الآن menti.com والكود 14 4 7 8 8 موجود على الشاشة هنا، والرابط برضو موجود في الشات. طيب، اللي دخلوا معنا 4 إلى الآن، 7، أوكي. الحين معنا من أشعة، إدارة، تمريض، مختبرات، هندسة، طب، وزارة الصحة، قطاع خاص. طيب، ما شاء الله عندنا المعظم هندسة. احنا عندنا ننتظر نوصل ل20 وننتقل للسؤال اللي بعده. ننتقل للسؤال اللي بعده. 84% هندسة، وفي عندنا 1 مختبرات. طيب، نبغى نعرف بس برضو سنوات الخبرة. هل أنت طالب، طالبة، خبرة أقل من سنتين، من سنتين إلى 5 سنوات، أكثر من 5 سنوات؟ ما شاء الله، في عندنا عدد كبير خبرتهم أكثر من 5 سنوات. طيب، ما شاء الله، باذن الله ان شاء الله يكون في يعني في هذا البرزنتيشن معلومه او اضافه، او يعني ممكن نفتح مجال لبعض الافاق الجديده اللي الشخص ممكن ما كان يعني مركز عليها او يعني متبحر فيها بشكل اكبر، ويكون في نقاش برضه كمان في اخر السيشن يكون باذن الله مثري. الناس اللي عندها خبره جيد تشاركنا خبراتها وتجاربها ويعني اضافاتها في اخر السيشن، حيكون ممتاز جدا. يعني هذا هدف من اللقاء، ما يكون يعني حاجه من طرف واحد، برضه نسمع منكم وتشاركونا. طيب، سؤال كذا بسيط، كيف نفاضل بين الاجهزه؟ هل هي مثلا حسب السعر؟ هل هو الاحدث؟ هل هو اللي مواصفاته اعلى؟
او حسب الحاجه. عاده احنا لما بتكون يعني حتى في ابسط الاشياء، خلينا نقول في لابتوب، لما نيجي نشتري لابتوب عاده بنروح على جرير مثلا او اكسترا او اي فيندر، وبنروح نقول لهم اعطوني افضل جهاز عندكم، يعني اي 7 ما ادري كم تيرا بايت الهارد ديسك وكم جيجا بايت الرام، ويعني ناخذ احدث حاجه، وفي الاخير ايش نسوي؟ نلعب عليه سوليتير، ممكن ندخل عليه نشيك على الشات او ندخل على فيسبوك او تويتر. طيب الأحدث، المواصفات الأعلى، حسب الحاجة، السعر. يمكن أقرب إجابة، يعني أقرب يعني إجابة تكون هو حسب الحاجة، لكن كل الأشياء الأخرى تدخل في الـ في الـ في الـ خلينا نقول في معادلة الاختيار، سواء كان السعر أو كان المواصفات أو كان هل هو حديث، وأيضا يعني عوامل أخرى حسب طبعا حاجة المستشفى، السكوب حقها، عدد المرضى، الفلو. يمكن نتناقش في هذا الموضوع بشكل أكبر في البرزنتيشن. طيب لو عرض علينا 4 أجهزة، واحد قيمته 10 ريال، عمره الافتراضي سنة واحدة، جهاز قيمته 100 ريال، عمره الافتراضي 5 سنوات، أو جهاز قيمته 20 ريال، عمره الافتراضي 5 سنوات، أو ممكن ما لي خلق أحسب أو ما لي خلق أفكر حتى. طيب طبعا الارخص اللي هو قيمته، خلينا نقول يعني شكليا كده الارخص اللي قيمته 10 ريال، لكن فعليا الجهاز هذا يعني قيمته في السنه الواحده 10 ريال، فبالتالي احنا السنه القادمه نحتاج انه احنا نشتري جهاز جديد، فبالتالي حتكون قيمته يعني في السنه الاخرى 20 ريال وهكذا الى ان تصل الى 5 سنوات. ففي ال5 سنوات حتكون قيمه هذا الجهاز حوالي 50 ريال. الجهاز الثاني اللي قيمته 100 ريال، عمره الافتراضي 5 سنوات، شكله انه والله عمره الافتراضي اكثر من اللي هو عمر الافتراضي سنه، فنقول انه بالتالي انه هو هذا جودته اعلى. لكن لو جينا قسمنا القيمه هذه على عدد السنوات راح نلاقي انه قيمه السنه الواحده 20 ريال، فبالتالي قيمة الجهاز اللي أبو 10 ريال هذا اللي عمره الافتراضي سنة واحدة حتكون أرخص. قيمة الجهاز اللي بعشرين ريال عمره الافتراضي 5 سنوات، أعتقد هذا حتكون سعره أفضل، لأنه لو قسمنا السعر هذا على ال5 سنوات يعني حيكون السعر في أقل عدد، في أقل قيمة في السنوات. طبعاً هنا بنتكلم على الفيس فاليو يسموها القيمة السوقية، لكن سعر الجهاز عادة بيكون في عدد من الفاكتورز الأخرى. إذا حابين يعني كده نشارك مع بعض إيش في عناصر تأثر في سعر الجهاز الكلي. إحنا تكلمنا على سعر الجهاز، مثلا قيمة جهاز مثلا آيفون 3000 ريال مثلا، هل هذا هو سعر الجهاز؟ كيف نقدر نحسب سعر الكلي للجهاز؟ إيش في عناصر تدخل في قيمة الجهاز؟ ممكن تعملوا تايبينج، تكتبوا معانا في على المنتي. الضمان والصيانة، قوة الوكيل ووجود فرع صيانة قريب. قوة الوكيل أحد أسباب الاختيار، وجود فرع صيانة قريب قد يؤثر في السعر، نعم. المواصفات والضمان، المميزات، مستهلكات الجهاز، نعم. المستهلكات يعني نقطة مهمة جدا، كثير مننا نشتري طابعة مثلا قيمتها 400 ريال، في مثلا خلصت مثلا 400 ورقة طباعة، اضطريت ان اشتري حبر جديد، الحبر الجديد ذا قيمته 500 ريال، اغلى من قيمة الطابعة.
فهذه نقطة مهمة يجب أنه إحنا دائماً نطالع لها في موضوع السعر الكلي للجهاز، أنه دائماً نحسب قيمة المستهلكات وتكون مأخوذة في عين الاعتبار لما نجي نحسب التوتال كوست، الجودة والوكيل والصيانة. يعني هذه كلها يعني خلينا نقول عناصر مهمة في المفاضلة، لكن لما نجي نتكلم على الجهاز، على السعر، المستهلكات، الضريبة، الملحقات، ممتاز، التحديثات ممكن يعني يكون لها كوست، صحيح، خدمة ما بعد البيع، ممتاز، مثلا قطع الغيار غيره، الصيانة حقتها، جميل جميل جدا جميل. طيب ممكن نرجع الآن على البرزنتيشن. طيب فرض الشاشة الآن تكون واضحة معكم. طيب عادة أول شيء ما يروح المريض على الدكتور، أول حاجة حتى يمكن قبل ما يدخل على الطبيب، بيخش على الترياج، بتستقبله الممرضة الترياج، بتاخذ منه العلامات الحيوية حقته، ضغط، حرارة، طول، وزن، مثلا اذا كان عنده سكر مثلا تاخذ السكر حقه. بعدين بيدخل المريض على الدكتور، واول حاجه يمكن بياخذها طبعا بيشوف الفايتال ساينز حقته، وبرضه بياخذ هيستوري من المريض. بعد ما ياخذ الهيستوري من المريض بيبدا طبعا الدكتور طبعا يعني يتوقع عدد من خلينا نقول التشخيصات، ولكن لا ما يقدر ياخذ هو قرار في موضوع التشخيص النهائي الا لما نبدا يعمل بعض الفحوصات. وطبعا هذه الفحوصات تتنوع، بدايه مثلا من بعض التحاليل، او ممكن حسب الحاله يحتاج انه هو يعمل ريكويست لايمجينج، سواء كان اكس راي، التراساوند، ام ار اي، حسب الحاله طبعا. وبناء على هذه خلينا نقول التحاليل والايمجز والريزلتس اللي بتجي بيعمل تشخيص دقيق. لو جينا نشوف عدد الوفيات من الميديكال ايرورز اللي في الولايات المتحده سنويا، بتكون تقريبا 250 الف حاله وفاه سنويا بسبب الاخطاء الطبيه. طبعا هي المسبب الثالث للوفاه في امريكا بعد امراض القلب وبعد الكانسر، تجي موضوع الميديكال ايرورز. وطبعا الميديكال ايرورز هذه هي زي ما ذكرنا المسبب الثالث للوفاه، ومعظم هذه الاخطاء ناتجه عن تشخيص خاطئ. طيب التشخيص الخاطئ هذا كيف يجي؟ التشخيص الخاطئ هذا بيكون اما من نقص خبره الطبيب، او بسبب معلومه خاطئه حصل عليها الطبيب. التحليل كان نتيجته خاطئه، الالتراساوند مثلا كان التقرير حقه مكتوب بطريقه غير صحيحه، او ما اكتشف المشكله، فبالتالي هذا يؤدي الى تشخيص خاطئ، وبالتالي يؤدي الى علاج خاطئ، وطبعا مضاعفات ممكن تكون كثيره ومختلفه. فبالتالي التشخيص الصحيح مبني على شيئين اساسيه، اولا بيانات ومعلومات صحيحه، ثانيا كفاءة الطبيب. الطبيب الكفؤ اللي ما عنده معلومات وبيانات صحيحة يقدر يبني عليها تشخيصه، ما راح يقدر يكون تشخيصه كامل. زمان قبل الأجهزة الطبية، يعني هذا يعني دائما كنت نذكرها، انه كيف كان التشخيص بيتم؟ التشخيص كان بيتم عن طريق طبعا اخذ الهيستوري، عن طريق اخذ خلينا نقول العلامات الحيوية اللي ظاهرة على المريض، مثلا لونه، حرارته، يتحسس الدكتور مكان الألم، هذه الأشياء اللي بيبني عليها الطبيب تشخيصه. لكن الحمد لله بعد ما بدأت يعني الأجهزة الطبية تدخل في المستشفيات وتدخل في التشخيص، صار عندنا اعتماد الأطباء بشكل كبير جدا على الأجهزة الطبية. أنا أعتقد الآن لو جيت سألت أي طبيب هل تقدر تعمل تشخيص صحيح من غير ما يكون عندك يعني أجهزة وبيانات تقدر تعتمد عليها، يعني يمكن المعظم راح يقول لك صعب جدا. هو ممكن يعمل يعني خلينا نقول يتوقع عدد من الأمراض، لكن ما راح يكون
هذا التوقع صحيح، الا بيكون لازم يكون مبني على زي ما ذكرنا معلومه المعلومات والبيانات. طبعا زمان كان قبل الاجهزه برضو، او خلينا نقول قبل الايمجينج، كنا احيانا نحتاج الى يكون في تدخلات جراحيه للفحص لبعض الاشياء، مثلا بسبب ممكن يكون في وجود نزيف او مثلا اي مشاكل اخرى داخلية. الآن الحمد لله بعد توفر الأجهزة الطبية الإيميجينج سيستمز المختلفة، بنقدر إنه إحنا نعمل هذا التشخيص دون أي تدخل جراحي، وبعض الأحيان حسب الموضوع ممكن يكون مينيمال إنفيسيف بروسيجرز. طيب عشان يعني نوضح يعني حجم السوق الأجهزة الطبية في المملكة، في 2017 هذه يمكن الإحصائية قديمة شوية، لكن تبين لنا حجم السوق الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للغذاء والدواء ذكرت أنه منافذ المملكة استقبلت أجهزة طبية بقيمة 11 مليار ريال، طبعا هذا في 2017، الآن هناك أربع سنوات. أعتقد أنه إحنا تعتبر أكبر سوق للأجهزة الطبية في المنطقة المينا ريجن، بسبب أو شيء الكثافة السكانية، بسبب القوة الشرائية، بسبب أيضا التقدم التكنولوجي اللي بنعيش فيه في المملكة والحمد لله. فبالتالي الديماند على الأجهزة الطبية عالي، الحاجة إلى إدارة هذه الأجهزة الطبية بيكون مهم، الحاجة لوجود مهندسين ذوي خبرة وأيضا كفاءة إنهم يديروا هذه الأجهزة الطبية بكل ماله يتزايد ويتزايد. طيب لو جينا نتكلم بشكل يعني كده عام عن دور المهندس الطبي في المنشأة الصحية، احنا بنتكلم عن إدارة التقنيات وسلامة المرضى والإدارة المالية. فاحنا هذه خلينا نقول الثلاث ركائز الأساسية اللي احنا بنركز عليها، إنه إحنا كيف ندير التقنيات الطبية بشكل جيد بحيث إنها تساهم في تحسين النتائج السريرية زي ما ذكرنا. الأطباء بيعتمدوا على نتائج البيانات والتحاليل والأشعاعات اللي يعني بياخذوها من الأجهزة الطبية لإعطاء تشخيص صحيح للمرضى. فبالتالي كل ما كان الأجهزة متطورة، كل ما كانت الأجهزة دقيقة، بتساعد على تحسين النتائج السريرية وأيضا متابعة أيضا مراحل العلاج المختلفة. بالنسبة لنا أيضا مهم أن يكون عندنا إدارة مالية جيدة في المستشفى. لو جينا مثلا، مين يعرف مثلا نسبة قيمة الأجهزة الطبية في المستشفيات من الميزانية الكلية لإنشاء المستشفى؟ تقريبا احنا بنتكلم على ثلث ميزانية المستشفى هي للأجهزة الطبية. فبالتالي احنا بنتكلم مثلا على عندنا تكلفة مثلا إنشاء مستشفى صغير نقول 300 مليون ريال، احنا بنتكلم على 100 مليون ريال قيمة الأجهزة. فبالتالي هذه تعتبر أسد كبيرة للمستشفى. الإدارة المثالية لها من ناحية الشراء، من ناحية الاستخدام. أنا زي ما ذكرنا في مثال بداية، إحنا نشتري لابتوب أفضل مواصفات i7، مدري كم جيجا بايت الرام، الهارد ديسك كم تيرا، وما باقي إلا إن هو ينور في الظلام، ولكن في الأخير أستخدمه لأشيك على إيميلي، أعمل باوربوينت. فبالتالي أنا ما كنت أحتاج هذه المواصفات بشكل كبير جدا. هنا فيها سوء إدارة للجهاز، أو يعني فيها ممكن هدر مالي، وأيضا عدم استخدام للجهاز بشكل فعال جدا. بالتالي أنا مثلا ممكن أشتري جهاز مثلا خلينا نقول MRI، لكن في الأخير أنا مستخدم مثلا مرة أو مرتين في اليوم أو في الشهر أو حسب أنا الفلو حقي. فبالتالي هذا يعتبر waste of resources. أنا كمهندس طبي لازم يكون دوري في عملية تقييم الحاجة لهذا الجهاز، حسب طبعا الحاجة السريرية، الحاجة خلينا نقول المالية، وأيضا الحاجة الطبية. أيضا عملية طبعا إدارة هذه الأجهزة، زي ما ذكرنا إحنا نتكلم على ثلث ميزانية المستشفى هي من الأجهزة الطبية. في التالي المحافظة على هذه
خلينا نقول الاسيت مهم جدا، عمليه ادارتها، معرفه اماكنها، محافظه عليها، صيانتها، هذه كلها يعني امور مهمه جدا، وهذا طبعا دور اساسي ومهم للمهندس الطبي. طيب لو جينا بس كده نرجع خطوه ورا ونشوف، خلينا نقول الدور المهندس الطبي في بشكل عام، يعني خلينا ممكن نقول هي في، خلينا نقول بنقسمها الى ثلاث محاور اساسيه: البحث والتطوير، الانتاج والتسويق، وتشغيل المنشات الصحيه. يمكن اليوم راح نركز اكثر على موضوع تشغيل المنشات الصحيه، لكن ما في مانع ان احنا نعرج على الرولز الاخرى. عندنا اول شيء موضوع البحث والتطوير، هذا طبعا يمكن انا بنشوفه من اسمى ادوار المهندسين الطبيين، انه احنا نبدا نصمم اجهزه جديده، تقنيات جديده، نطور تقنيات موجوده، وهذه ما بتكون الا بدايه انه يكون عندنا معرفه للاحتياج. طبعا معرفه الاحتياج هذه بتكون عن طريق البيئه المحيطه، انا موجود في مستشفى، موجود في بيئه مختلفه عن يعني عن 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 اي بيئه اخرى، انا احتكاكي بالمرضى، احتكاكي بالاطباء، بالطاقم الطبي، هذه كلها بتساعدني على معرفه الاحتياج الفعلي. يعني بعض الامثله، الدكاتره مثلا في المستشفى عندنا بيعانوا من مشكله معينه، او يجدوا انه في صعوبه في تقييم احد المشاكل، فبالتالي انا عارف انه في احتياج في هذا الموضوع، ابدا افكر في تصميم جهاز يساعد الطبيب في حل هذه او تخطي هذه الاشكاليه او مساعدته فيها. ايضا بمعرفتي بالامراض او المريض والمعاناه اللي بيعانيها المريض، ممكن يعني كثير مثلا من المخترعين او المطورين بيكون ملهم بالنسبه لهم معاناه قريب له، مثلا احد كان قريب له يعاني من مشكله معينه، وهو وجد يعني عرف الحاجه الى هذا الجهاز، او الى وجود جهاز جديد يساعد هذا المريض على تخطي المعاناه حقته، فبالتالي يبدا يفكر في تصميم جهاز جديد او حتى يطور جهاز جديد. طبعا البيئه المحيطه برضو هذه من الاشياء المهمه جدا في، خلينا نقول، توليد الافكار. احنا بيئتنا في المملكه العربيه السعوديه تختلف عن بيئه مثلا مصنع الجهاز. احنا دائما نشوف مثلا مثال دائما يذكر، السيارات مثلا، في تلاقي سيارات دائما بمواصفات يسموها مواصفات خليجيه. ليش؟ لانه بيئه الاوبريشن حقت السيارات مختلفه عن بيئه الاوبريشن مثلا في اوروبا او امريكا او اي دوله اخرى. احنا عندنا الحراره عاليه في معظم يعني اوقات السنه، فبالتالي المواصفات اللي نحتاجها عشان نحافظ على هذا الجهاز او يدينا كفاءه عاليه لازم تكون مختلفه وتراعي بيئه المملكه. حتى من ضمن عاده المتطلبات حقت الاعتماد هيئه الغذاء والدواء للاجهزه، انه وجود يعني زي خلينا نقول الشهاده او اقرار من المصنع المنشأ ان الجهاز هذا يعمل في بيئه المملكه العربيه السعوديه بنفس كفاءه خلينا نقول المطلوبه منه. في مثال حصل، يعني كان في احد المستشفيات اشتروا جهاز اكس راي، يعني اكس راي طبعا، بس كان في وقتها بدايه الديجيتال اكس رايز، فول ديجيتال اكس راي، وحطوا الجهاز في المكان، وجات فتره التشغيل، بداوا يشغلوا، ما بيلاقوا صور جودتها كويسه. كل ما لهم بيحاولوا يشوفوا ايش المشكله، جابوا الشركه، يعني قعدوا يعني مثلا فتره طويله انهم يحاولوا يحلوا هذه المشكله. في نهايه الموضوع اكتشفوا انه المكان اللي فيه الاكس راي هذا محطوط، درجه الحراره اللي فيه فيها تذبذب عالي، يعني مثلا نقول درجه الى درجتين مئويه، بسبب انه التكييف ما هو كنترول بشكل جيد، لانه درجه الحراره عندنا في المملكه مختلفه عن درجه الحراره في الخارج، وبالتالي درجه الحراره في الغرفه العاديه بدون ما يكون فيها يعني كنترولينج عالي على موضوع التمبريتشر بيكون فيها فاريشن عالي.
فاكتشفوا انه فقط الدرجات الحراره، اختلاف درجات الحراره البسيط هذا هو اللي بيعمل تشويش على جوده الصوره. وبالتالي ركبوا باب على هذا المكان، عملوا كنترول اكبر على الكونديشننج، واستطاعوا ان هم يحصلوا على الجوده اللي هم كانوا يرغبوا بها. فالشاهد من اللي انا بقوله انه البيئه اللي احنا بنعيشين فيها قد يعني تخلينا نفكر او نعرف احتياجات ما في غيرنا ممكن يفكر فيها، وبالتالي احنا نقدر نعمل كاستمايزيشن للاجهزه بالطريقه اللي تناسبنا او الحاجه حقتنا. طبعا بعد ما نبدا احنا كمهندسين طبيين نعمل تصميم، يجي مرحله عمل النموذج الاولي، وهذا طبعا يمكن يكون باشتراك مع عدد من المهندسين من تخصصات مختلفه، ممكن نقول ميكانيكال الكتريكال. طبعا المهندس الطبي قد يكون الباك جراوند حقه متنوع، بعض يعني احنا يمكن معظمنا في المملكه تخصصنا هندسه طبيه او كهربائيه او ميديكال تكنولوجي، لكن في يعني دول اخرى يكون المهندس الطبي يمكن الباك جراوند حقه اقوى في مثلا الميكانيكال او الكتروميكانيكال، او حتى ممكن يكون الكيميكال انجينيرنج. لكن في الاخير احنا لما نجي نعمل على تصميم لازم يكون عندنا فريق متكامل من مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكي، طبيب ايضا. انا دوري كمهندس طبي ان انا اكون خلينا نقول العامل اللي بيتكلم لغات جميع التخصصات هذه. عندي التكنيكال باك جراوند وعندي الميديكال باك جراوند، اقدر اتكلم التو لانجويجز هذه، واقدر اكون الفاسيليتيتور ما بين هذول الاشخاص كلها. بعد ما نجي لمرحله النموذج الاولي نبدا في مرحله الاختبارات الاكلينيكيه. اختبارات على سلامه الجهاز، طبعا حسب نوع الجهاز، حسب تصنيفه، في بعض الاجهزه ريسك 1، في بعض الاجهزه ريسك 2، ريسك 3 وهكذا. كل نوع من الاجهزه هذه، كل نوع من التصنيفات هذه له انواع من الاختبارات اللي ممكن يمر بها او حتى ان يتم اعتماده. طبعا يجي قبل كده موضوع الموافقه الاخلاقيه اللي هي الايثيكال ابروفل لهذه الاختبارات. ولازم يكون في ايثيكال ابروفل لعمل او قبل ما نبدا اصلا عمل اي اختبارات على ليفنج اورجانيزمز، سواء كان حيوانات مثلا فئران او قرده او مثلا اي نوع من انواع الحيوانات اللي بيجروا عليها التجارب، او هذا طبعا اللي تيجي قبل المراحل الاختبارات السريريه. وبعدها تخش في مرحله الاختبارات السريريه ايضا على البشر، وهذه ايضا بتطلب يعني موافقات لجنه الاخلاقيات اخرى. وبنهايه الموضوع احنا بيكون عندنا منتج خلينا نقول مختبر يبدا يدخل في مرحله التجارب الفعليه في الفيلد. دائما احنا نسمع عن يعني اطلاق خلينا نقول برامج يسموها البيتا فيرجن، احنا خلينا نقول نبدا عاده بالالفا فيرجن. الالفا فيرجن هذه اول نسخه من البرنامج، بتختبر داخليا، بترسل مثلا لخبراء في داخل المنظمه بيبداوا يختبروا هذه البرامج ويتاكدوا منها انها تؤدي الفانكشن المطلوبه وبتؤدي ما يكون فيها اي خلل او بجز. بعدها ما يختبر داخليا عاده بيطلق هذا الفيرجن الى المستخدمين الاوائل خلينا نقول، وعاده هذه يسموها البيتا فيرجن. البيتا فيرجن هو ما زال خلينا نقول زي بعض المطاعم يسموه السوفت اوبننج، فتره تجربه لهذا البرنامج. بيطلق في السوق ممكن بشكل مجاني او شبه مجاني لتجربه الخبراء وحتى يعني المستخدمين العاديين، ويبداوا ان هم يجمعوا يعني خلينا نقول التطويرات الممكنه او حتى البجز اللي موجوده او غيره. بعد كده بتيجي التحسينات واحده تلو الاخرى الى ان يصل الى خلينا نقول الفيرجن الشبه النهائي، وبعد كده يكون في عندنا تحسينات دوريه خلينا نقول، او اذا كان في اي خلل ظهر في المستقبل او اي مثلا تعديلات اخرى. نفس الشيء بالنسبه للاجهزه الطبيه، بعد ما يعدي مرحله الاختبارات الكلينيكيه ويحصل على خلينا نقول الموافقه للنزول الى السوق يعني ويبدا تشغيله،
لابد أن يكون في عندنا مشاكل بتحصل، وهذه لازم تكون مونيتور بشكل كبير جدا، سواء كان من هيئة الغذاء والدواء أو من المنشآت الصحية. يمكن نتكلم عن هذا بشكل أكبر لاحقا. عموما انتهينا من مرحلة الاختبارات الكلينيكية، الآن نجي لمرحلة الإنتاج والتسويق، وهذا خلينا نقول يجي ممكن يكون أكثر للشركات التجارية أكثر أو المصانع، هي اللي بتبدأ تأخذ هذه الأجهزة المختبرة وتبدأ تعمل التصميم النهائي لها وتنتجها. وكل مرحلة في هذه المراحل محتاجة إلى عمل كبير جدا، خلينا نقول في إعداد المانيوالز، في إعداد البيل اوف كوانتيتيز، للبيل اوف ماتيريالز للتصنيع، وغيرها وغيرها من هذه الأمور الدقيقة جدا اللي بتحتاج دور المهندس الطبي يكون فيها كبير جدا ومهم. بعد ما نبدأ ننتج المنتج النهائي، خلينا نقول الجهاز النهائي، تبدأ مرحلة بدء أخذ موافقة الهيئات المختصة، سواء كان مثلا في السعودية هيئة الغذاء والدواء، أو في الخارج سواء كان في أوروبا نتكلم على CE مارك، في أمريكا الـ FDA وغيرها من المنظمات. تبدأ بعدها مرحلة تسويق الجهاز، وهذا دور برضو مهم جدا يقوم به المهندس الطبي. نحن زي ما قلنا يعني عندنا التكنيكال باك جراوند اللي نقدر نشرح فيه الجهاز للدكتور، وعندنا اللانجوج اللي الدكتور يفهمها، ويقدر احنا برضو نجاوب على اي اسئله عاده للميديكال ستاف، سواء كان الطبيب او التكنيشن او الممرض. بعد كده ندخل في موضوع تشغيل المنشآت الصحيه من بدايه من التخطيط الاستراتيجي للمستشفى. احنا طبعا كل ما كان وجودنا في خلينا نقول التخطيط لبناء مستشفى من مراحل مبكره، كل ما كان افضل للمنشاه وافضل لاداره الاجهزه الطبيه. معرفه الاحتياج ايضا في كلام كثير، من ناحيه احنا نعرف ايش نوع المستشفى اللي احنا بنشتغل فيه. هل احنا مستشفى متخصص؟ مثلا في بعض المستشفيات متخصصه في جراحه اليوم الواحد، في بعض المستشفيات متخصصة مثلا في النساء والولادة، في بعض المستشفيات متخصصة في الأطفال، في مستشفيات متخصصة في يعني الحالات العامة، خلينا نقول في مستشفيات في حتى اللي يسموها تروما سنترز، زي مثلا عندنا في جدة عندنا يمكن 2 تروما سنترز او 3 تروما سنترز أساسية، مستشفى الملك فهد اعتقد، مستشفى المحجر، واعتقد الان مستشفى الملك عبد الله اذا ما خانتني الذاكرة، هل بدأوا يستقبلوا الحالات التروما؟ ماني متأكد، لكن عموما كل نوع من هذه المستشفيات له احتياج مختلف عن احتياج المستشفى الآخر من عدد أجهزة، نوعيتها وتقدمها، وبالتالي معرفتنا لهذا الاحتياج الفعلي بيساعدنا في إدارة هذه خلينا نقول الأجهزة والتخطيط لها بشكل جيد. نتكلم عن طبعا بعد كده تحديد المواصفات الأجهزة، مرحلة الاستحواذ وشراء الأجهزة واستلام الأجهزة واختبارها وإدارة الأجهزة إلى أن نصل لمرحلة التكهين. طبعا هناك يعني هيئة الغذاء والدواء من فترة أصدرت دليل إرشادي لإدارة الأجهزة والمنتجات الطبية داخل المرافق الصحية، وحقيقة الدوكيمنت هذا ممتاز جدا، بتكلم عن أفضل الممارسات في موضوع إدارة الأجهزة الطبية، موجود لو حابين تأخذوا الرابط حقه وتدخلوا عليه وتتصفحوه. أعتقد المفروض أنه هو طبعا زي ما قلنا قديم يمكن الدليل وحصل عليه تحديث قريب، لكن الدليل ممتاز جدا ومفيد جدا لكل الممارسين الطبيين. طيب لو جينا نتكلم بشكل خلينا نقول أوسع شوية في موضوع التوريد والشراء، زي ما ذكرنا بداية عندنا موضوع التخطيط، وقلنا لازم نحدد إحنا إيش أهدافنا، معرفتنا بأهداف المؤسسة، هل إحنا زي ما ذكرنا يعني مستشفى متخصصة في نوع معين من الأمراض، في مثلا بعض المستشفيات متخصصة لعلاج الكلى، أو بعض المستشفيات تلاقيها متخصصة في علاج السرطان أو غيرها. معرفتنا بهذه المتطلبات هو خطوة أولى. بعد كده تحديد أولوياتنا، هل إحنا مستشفى غير ربحي؟ هل إحنا مستشفى ربحي؟ معرفة أيضا
عدد المرضى، احنا مثلا خلينا نقول نستهدف عدد مرضى معين، لازم يكون في عين الاعتبار هذا الاستهداف، عشان بناء عليه بنقدر نبني عليه خططنا لشراء الاجهزه الطبيه. ايضا الميزانيه مهمه جدا لمعرفه الحاجه الفعليه. احنا عاده لو سبنا الموضوع لدكاتره، الدكاتره كل واحد يبغى يعني عدد كبير من الاجهزه، ويبغى افضل انواع الاجهزه، وبتيجي الطلبات لاداره المستشفى يعني من كل دكتور بعدد كبير جدا. لو احنا حاولنا نشتريها كلها يمكن ما راح تكفينا ميزانيه لشرائها. فبالتالي دور المهندس الطبي انه يعمل خلينا نقول تفضيل، او خلينا نقول مفاضله ما بين هذه الاجهزه حسب زي ما ذكرنا الاهداف، حسب الاولويات، وحسب الحاجه الفعليه اللي موجوده. زي ما ذكرنا احنا لو سيبنا الموضوع لليوزر، اليوزر هو زي ما ذكرنا يبغى دائما احدث جهاز، افضل جهاز اللي يعمل كل حاجه، لكن استخدام الفعلي في نهايه الامر بيكون محدود او قليل. فبالتالي انا لما يجيني طلب لجهاز معين ابدا، ممكن حسب طبعا الوضع، في بعض الاحيان يكون في عندنا لجان لتقييم الطلبات الاجهزه مكونه من عده جهات في المستشفى، نتكلم على الاداره الماليه، نتكلم على اداره المستشفى، نتكلم على اداره المشتريات، وطبعا قسم الهندسه الطبيه. هذه يمكن اهم خلينا نقول الجهات اللي بتكون لها علاقه في موضوع المفاضله لاشتراء الاجهزه. فبتيجي الطلبات زي ما ذكرنا انه والله الدكتور محتاج هذا الجهاز، افضل جهاز موجود في السوق، اعلى شيء. يدرس الموضوع، هل احنا عندنا حاجه فعليه في المستشفى؟ كم عدد المرضى؟ احنا بنتكلم دائما مثل خلينا نقول لما نتكلم على بشكل تجاري، لما نسوي اي مشروع او نضيف اي منتج لازم نعمل له دراسه جدوى. كم حيدخل لنا هذا المنتج؟ وكم حيكلفنا في سواء شراءه، صيانته او تشغيله؟ فبالتالي احنا لازم نعمل هذه الدراسه ونعرف هل هناك حاجه فعليه، وايش بالضبط اللي راح نعمل به. انا ممكن اكون يعني عندي جهاز اخر ممكن قديم لكن بيؤدي الغرض، ما هو افضل حاجه، لكن في الاخير انا عندي مثلا عدد المرضى قليل جدا، فما لو انا اشتريت جهاز جديد يمكن عشان اعمل خلينا نقول الريتيرن انفستمنت اللي هو اني ارجع راس مالي يمكن ياخذ 5 سنوات. فبالتالي من ناحيه استثماريه الموضوع ما هو مجدي جدا. طبعا في هناك اعتبارات اخرى للشراء زي مثلا السمعه وغيرها من الامور هذه، لكن هذا موضوع اخر يعني ممكن نتكلم عنه لاحقا. طيب احنا بعد ما عملنا التخطيط وعرفنا الاحتياج بعد نوع عدد المرضى ونوع الخدمه اللي حاب نقدمها، نبدا في مرحله طلب العروض. طبعا طلب العروض بيكون مبني على كتابه المواصفات. اول حاجه نكتب المواصفات اللي احنا محتاجينها بناء على زي ما ذكرنا معرفتنا للاحتياج. وطبعا هذا الدور مهم جدا يقوم به المهندس الطبي في كتابه المواصفات اللي هي في الاخير بتحاول انه هي تجيب له افضل الاجهزه في حسب المواصفات اللي يبغاها. وايضا ما تكون هذه المواصفات مكتوبه بشكل ضعيف جدا او بشكل مبالغ فيه، وبالتالي تجينا عروض مختلفه عن الحاجه الفعليه اللي احنا نبغاها، وبالتالي اما يكون السعر مرتفع جدا او الكواليتي تكون ضعيفه جدا. كثير من الـ يعني الجهات يمكن يعني من خبره شفتها ايش يسووا، يروحوا مثلا يتواصلوا مع الفندرز ويقولوا لهم اعطونا المواصفات حقت اجهزتكم، وفي الاخير هم يروحوا يشيلوا الاسم ويقدموا هذه كمواصفات للعروض اللي هم بيطلبوها. وبالتالي هنا يكون الموضوع فيري سبيسيفيك، وممكن يكون بعض الاحيان قد يكون فيه مشكله اخلاقيه. وبالتالي مهم جدا ان يكون عندنا فريق يعني في قسم الهندسه الطبيه قادر على كتابه هذه المواصفات و يعني تحديدها بشكل جيد جدا. تيجي بعدها في موضوع طرح المناقصه وجمع العروض. طبعا حسب المنشاه، اذا كانت منشاه حكوميه او كانت منشاه خاصه، كل واحده لها الياتها في هذا الموضوع، وتبدا تجينا العروض الاسعار للاجهزه المطلوبه. بعد كده تيجي مرحله المفاضله والاختيار. وطبعا هذه بدايه بتكون اول شيء عندنا التقييم الفني،
وتقييم التكلفة. ذكرت أنت في بداية اللقاء لما كنا على منتي أتكلمت عن موضوع الصيانة، خدمات ما بعد البيع، أتكلمت عن قوة الوكيل، تكلمنا أيضا عن الحاجات الأخرى، الأكسسوريز، القطع الغيار، سعر قطع الغيار، وأيضا توفر قطع الغيار. هذه نقطة مهمة جدا نقفل عنها كثير. يمكن سمعنا قبل فترة نوع من أنواع السيارات الصينية كان سعره رائع جدا وانتشر بشكل كبير جدا، سيارة جيدة، لكن لما جو في مراحل احتياج قطع غيار للصيانة كان في تأخير كبير من المورد من الوكيل لتوريد هذه القطع الصيانة، وبالتالي السيارات قعدت في المعطلة أو محتاجة إلى قطع غيار لمدة طويلة 4-5 شهور. هذه ممكن استناها في سياره، وان كان برضو هذا ما هي مقبوله، لكن اذا بنتكلم على اجهزه طبيه، يمكن في احنا بعض الاجهزه الطبيه ما يكون عندي منها الا جهاز واحد، بالتالي احنا بنتكلم عن خساره كبيره ماليه، بنتكلم عن خساره يعني حتى في يعني بنتكلم من ناحيه فنيه ايضا، بالنسبه للاطباء ما حيقدروا ان هم يشخصوا يعني او يعملوا عملهم بشكل كامل بدون وجود هذه الاجهزه. فبالتالي مهم جدا انه يكون في تقييمنا الفني ماخذين في كل هذه فنقول الفاكتورز في عين الاعتبار. طبعا تقييم التكلفه، وذكرنا موضوع انه تكلفه الجهاز هي ليست فقط سعره الفيس فاليو، السعر اللي بنلاقيه على الرف او لما بنطلب عرض سعر بيجينا سعر الجهاز مثلا 10,000 ريال. طيب فنبدا احنا نقيم تكلفه الجهاز هذا. هون طبعا في معادلات لهذا الموضوع بناء على العمر الافتراضي، فيصير نعرف احنا تكلفة الجهاز هذا في السنة، مبالغ الصيانة اللي يحتاجها سنويا، نتكلم عن الاكسسوريز الملحقات، بنتكلم عن الكونسومبلز، بنتكلم على الديبريشيشن، بنتكلم على عدد كبير من الفاكتورز اللي بتخش في تكلفة الجهاز. أيضا حتى التشغيل أحيانا بيكون له تكلفة أعلى حسب نوع الجهاز. تقييم المورد، طبعا هذه ممكن جزء من التقييم في المفاضلة، زي ما قلنا كل ما كان الوكيل أفضل كل ما كان ممكن يكون له درجات أعلى في المفاضلة. طبعا من في هذه الفترة برضو ممكن يكون في عندنا أكتيفيتيز أخرى، مثلا زي عملية طلب ديموز من المورد، عملية تجربة للجهاز، عملية تقديم تريننج لليوزرز، أشياء كثيرة ممكن تكون مساعدة لنا في اتخاذ القرار للمفاضلة واختيار الجهاز. نيجي بعد كده الموضوع المفاوضات. احنا الآن يعني قيمنا هذه الاوبشنز اللي موجودة عندنا. قد ممكن تكون مفاوضات مبدئيه في من بين الاوبشنز المختلفه، او قد تكون مفاوضات على احنا خلاص تم اختيار واحد جهاز ونبدا الان نتفاوض بشكل اكبر على موضوع السعر. طبعا احنا مو فقط نتكلم على السعر، زي ما ذكرنا احنا موضوع السعر مهم، ونتكلم على التوتال كوست اوف ذا ديفايس، وبنتكلم برضو مهم جدا في موضوع المفاوضات ان احنا نتكلم على موضوع تدريب الستاف المشغل، تدريب المهندسين الطبيين اللي بيقوموا على صيانه هذا الجهاز وعمليه الكالبريشنز حقته، وبنتكلم ايضا على خدمات بعد البيع. زي ما ذكرنا موضوع مهم جدا توفر القطع الغيار، بنتكلم على ممكن الداون تايم حق الجهاز. انا الجهاز هذا مثلا كم مسموح انه هو يكون معطل قبل ما يجيني الفني للتقييم؟ مثلا احنا نقول في بعض الاحيان اجهزه حساسه ما تحتاج يعني ما تستحمل وقت طويل انه هو انها تكون خربانه، فبالتالي مثلا انا اسمح للوكيل ب 48 ساعه الى من الفيرست نوتس، انه والله اقول له انا عندي عطل في الجهاز الفلاني، في خلال 48 ساعه هو لازم يكون موفر لي مهندس صيانه يجي على الموقع ويعمل كشف للمشكله ويحدد يعني العطل او الاصلاح المطلوب. فهذه دائما تكون من ضمن المفاوضات اللي احنا بنتفاوض عليها. طبعا تيجي بعد كده مرحله العقود ومراجعه البنود، وكثير من المشاكل حقيقه بتكون في هذه المرحله، يعني وقت البيع خلينا نقول السيلز مان او الشركه تبغى تبيع وممكن يعني تقدم كافه الوعود للاداره المستشفى انها راح توفر كل حاجه.
لكن لما نجي عند المحك في موضوع العقود ما راح تكون، ما تكون هذه البنود اما واضحه بشكل جيد او مخفيه او فيها مشاكل. فبالتالي معرفتنا مهم جدا يكون عندنا يعني جزء اطلاع على موضوع العقود القانونيه للاجهزه، ونعرف ايش المفروض يكون فيها. نتكلم من ناحيه مواصفات اول شيء الجهاز، نتكلم من خدمات ما بعد البيع كلها، نتكلم مثلا على حتى سعر الصيانه. يعني زي ما ذكرنا مثلا بعض الاحيان يكون سعر الصيانه غالي جدا، وبالتالي التوتال كوست حق الجهاز يكون مرتفع جدا اذا ما كنا حاسبينه. فهي طبعا هناك دائما في عقود، خلينا نقول عقود مركبه تكون فيها شراء بالاضافه الى صيانه لمده مثلا 5 سنوات، خلينا نقول مثلا سنتين مجانيه، بعد كده 3 سنوات تكون بقيمه اضافيه. عاده تكون سعر هذه الصيانه ما بين 10% الى 15% من قيمه الجهاز. لكن مهم جدا ان يكون عندنا معرفه بهذا الموضوع بداية، بالذات نتكلم في الأجهزة اللي غالية، مثلا نتكلم على الامرايز والإكس رايز، وحتى الأجهزة ممكن الصغيرة لكن عندنا منها عدد كبير جدا في المستشفى، فبالتالي احنا محتاجين لها صيانة دورية بشكل كبير جدا. فمهم جدا ان نكون يعني معرفتنا بالأسعار الصيانة هذه كيف راح تكون، قطع الغيار توفرها زي ما ذكرنا. احنا ممكن احيانا في العقود لازم نلزم مثلا الوكيل بانه يكون عندنا قطع غيار متوفره بالعمر الافتراضي حق الجهاز. يعني مثلا العمر الافتراضي حق الجهاز 10 سنوات، لازم هو يضمن لنا وجود هذه القطع خلال 10 سنوات. تخيلوا مثلا خلال 5 سنوات ما توفرت القطع، او ممكن تكون قفل اللاين حق الجهاز هذا وما راح الشركه توفر له عقود او خلينا نقول قطع غيار. الان مثلا عندنا مثلا مايكروسوفت، اذا تذكروا الانترنت اكسبلورر، هم اعلنوا من فتره انه في 2021 اعتقد راح ينتهي اي صيانه او تحديث على الانترنت اكسبلورر، لانهم هم انتقلوا الى الفيرجن الجديد اللي هو الايدج، لكن ما هيعملوا اي سبورت للاكسبلورر. في كثير من البرامج في بعض الجهات هي بتعتمد على الانترنت اكسبلورر عشان تشتغل، فبالتالي هذه الجهات الان هي معرضه لمشاكل بالامن السبراني او مشاكل حتى ممكن يعني تقنيه في تشغيل هذه البرامج. المقصود انه مهم جدا انه احنا ناخذ في عين الاعتبار هذه البنود في العقود، موضوع الضمان، موضوع الصيانه، هي اعتبارات مهمه جدا يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند عمل العقود مع الشركات. طيب نجي في مرحلة التشغيل. عندنا أول أهم المهندس الطبي في موضوع اللي هو الصيانة التصحيحية أو الكوركتيف مينتنس يسموها. عندنا أعطال بتصير، بنروح احنا بنعمل خلينا نقول الترابل شوتينج. أحيانا كثيرة تكون المشاكل هي مشاكل يوزرز، مثلا ما هو متعود على الجهاز، ما يعرف يشغله. فدورنا احنا كمهندسين طبيين انه احنا نشوف هذه المشاكل. احيانا قد يعني في تكون مشاكل يعني ما تتوقعوها، بسيطه جدا للغايه. مثلا واحد مشاكل مثلا وصلتنا، انا كنت اشتغل زمان في مستشفى، الجهاز ما كان مشبوك في الكهرباء، والممرضه بتقول والله الجهاز حقكم خربان. طبعا بنحاول نقنع فيها ان الجهاز ما هو خربان. طيب في الاخير راح فريق للموقع واكتشف انه الباور ما هو مشبوك. فاحيانا تكون الاشياء بسيطه جدا زي مثلا هذه المواضيع. احيانا طبعا بالنسبه لاي شيء بيستخدم كمبيوتر 101 في موضوع الخرابات، بنعمل ريبوت للجهاز ونلاقي المشكله اللي كانت موجوده في الجهاز هذا اتحلت. طبعا هذه الاشياء خلينا نقول الاشياء البسيطه والبديهيه، لكن بعض الاجهزه فيكون لها خلينا نقول ترابل شوتينج بروسيس، بتكون جزء من التريننج اللي بيعطى من قبل الفندور في بدايه شراء الجهاز، وبنشوف احنا بنعمل ترابل شوتنج ونشوف ايش المشاكل اللي ممكن بتكون حاصله، واذا كان نقدر نحلها زي ما ذكرنا بشكل بسيط وسريع فبناخذ الاكشن. احيانا بنحتاج انه احنا طبعا نعود للعقد اذا كان مثلا الجهاز هذا ما زال تحت الضمان او في عنده عقد صيانه، فبالتالي نحتاج انه احنا نتواصل مع
المورد لعمل هذه الصيانه وعمل او توفير قطع الغيار. وهنا بيجي دور موضوع اداره العقود، ولازم احنا طبعا نتكلم في المستشفى فيها عدد كبير من الاجهزه، فبالتالي وجود نظام لاداره الاجهزه الطبيه، نتكلم على سوفت وير، اعتقد انه مهم جدا، وما اعتقد إن حاليا في اي مستشفى يعني ما فيها جهاز، ما فيها اسف سوفت وير لاداره الاجهزه الطبيه. فمن ضمن هذه من الفانكشنز اللي بتكون عاده موجوده في الانظمه هذه موضوع اداره العقود، فصير نعرف احنا الجهاز هذا ما زال تحت الضمان او خارج الضمان، او هل يعني مثلا في انواع عندنا عقود مختلفه، في عندنا عقود صيانه من مثلا الفندر، في عقود صيانه من ثيرد بارتيز، يعني في جهات اخرى بيقدموا الصيانه، او بتكون مثلا صيانه الان تحولت الى قسم الهندسه الطبيه في المستشفى، فهو اللي بيقوم بهذه العمليه ان هاوس. فبالتالي احنا بنشوف حاله الجهاز وبنعرف ايش المطلوب فيه، ونبدا ناخذ الخطوات سواء كان تواصل مع الفندور او الثيرد بارتي، او نبدا نشوف مين المهندس المسؤول عن صيانه هذا الجهاز ونشوف ايش الاحتياج له. بيجي طبعا بعد كده دور مهم جدا اللي هو موضوع الصيانه الدوريه، وهذا حقيقه يعني يمكن الفتره الماضيه يعني تكلموا عنه كثير هيئه الغذاء والدواء، وتكلمنا عنه كثير في عدد من الويبينارات، ويعني بنشدد عليه بشكل كبير جدا. موضوع الصيانه الدوريه مهم جدا جدا لعده اسباب، من ضمنها يعني اطاله عمر الجهاز، كفاءته، وايضا يعني لسلامه المرضى. احيانا طبعا احنا نيجي بعد كده الموضوع اللي هو السلامه الكهربائيه الكتريكال سيفتي، وايضا موضوع الكاليبريشن اند تيستينج، وهذه احيانا قد تكون مشموله في الصيانه الدوريه، وفي احيان اخرى ما تكون مشموله في الصيانه الدوريه. فبالتالي عشان كده فصلنا ما بينها. كل هذه الخطوات مهمه جدا، لازم يكون مثلا عندنا في موضوع السلامه الكهربائيه دائما في يكون عندنا ليبل على الجهاز موجود بمواعيد الاختبارات السلامة الكهربائية، وعادة حسب طبعا نوع الجهاز بيكون في عندنا يعني صيانة دورية لهذا الموضوع أو اختبارات دورية لهذا الموضوع حسب نوع الجهاز، زي ما قلنا أحيانا 6 شهور سنة أو حتى أقل من ذلك، وحسب طبعا الاستخدام حق الجهاز هذا. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للمعاير والاختبار، والمعاير حقيقة مهمة جدا، بالذات في خلينا نقول في الأجهزة الحساسة، زي مثلا في المختبرات، أو حتى يعني ما بتكلم بس حتى على أجهزة المستشفيات، حتى أجهزة الاستخدام الشخصي في البيت. عادة مثلا مريض السكر بياخذ قراراته في مثلا دوس الأنسولين بناء على القراءة اللي بتطلع له في جهاز السكر. إذا كان الجهاز هذا خارج المعايرة بيعطي له قراءات خاطئة، فبالتالي هو ممكن يعرض نفسه لخطر، اما الى اوفر دوز، او انه هو حتى ممكن ما ياخذ الجرعه المطلوبه، وبالتالي يؤدي الى انه هو يدخل في حاله مرضيه او حال او مثلا كوما مثلا لا سمح الله بسبب هذا الخطا. فبالتالي موضوع المعايره حقيقه موضوع مهم جدا، ما يجب ان نحن نتهاون فيه. عاده يعني في يعني كثير من الاجهزه يكون عددها كبير في المستشفى، وموضوع انه احنا نعمل نتابع موضوع معايرتها ونعمل التستنج عليها ممكن يكون هيدك، لكن اي خطا بسبب هذه المشاكل قد يعني يؤدي الى انه في لو سوت او قضيه ترفع على المستشفى، اهمال او اي شيء من هذا القبيل، وبالتالي يعني الضرر يكون كبير جدا على سمعه المستشفى وايضا على يعني ماليه المستشفى. طيب تكلمنا على موضوع برضو التدريب، وانه قلنا انه مهم جدا انه احنا يكون لنا دور في موضوع تدريب اليوزرز على الجهاز. طبعا احنا مو لازم كل الاجهزه احنا نوفر التدريب لهم، احنا ممكن ما نكون قادرين على هذا الموضوع، اتكلم كمهندس طبي في المستشفى، لكن انا باشرف على هذه العمليه من لما اشتري جهاز جديد، انه انا اتاكد انه الفندر قدم التدريب هذا لليوزر، نتكلم على المشغلين، وايضا قدم التدريب هذا للستاف عندي في قسم الهندسه الطبيه من ناحيه موضوع الترابل شوتينج، في ممكن حتى اذا جينا مرحله الصيانه ايضا انه ممكن يكون في عندنا دورات متقدمه لصيانه هذه الاجهزه حسب عقودها.
ذكرنا موضوع إدارة العقود وإنه إنها الموضوع معقد وكبير جدا، أسأل إنه عدد أجهزة كبير، أنواع العقود مختلفة من ناحية الضمان، من ناحية الصيانات المختلفة وغيرها وغيرها. فبالتالي هذا محتاج إلى شخص ذو كفاءة عالية يقدر يتابع هذه العقود بشكل جيد، طبعا من خلال وجود نظام لإدارة العقود أو إدارة الأجهزة الطبية كما في المستشفى. موضوع التخزين والنقل، وهذا طبعا زي ما ذكرنا موضوع مهم جدا. احنا قلنا انه ثلث ميزانية المستشفى هي في الأجهزة الطبية، وبالتالي احنا بنتكلم على مبلغ كبير جدا إدارته ومعرفة الأجهزة هذه فين مكانها في المستشفى مهم جدا. وهذا يمكن يكون دور قسم الهندسة الطبية للأجهزة الطبية، ممكن يكون بالشراكة مع أقسام أخرى مثلا زي إدارة التشغيل والصيانة، لكن بالنسبة للأجهزة الطبية أعتقد أنه هو المفروض يكون دور قسم الهندسة الطبية في معرفة فين أماكن الأجهزة في كل وقت، وإيش منها موجود وشغال بكفاءة، وإيش اللي مثلا ما هو شغال، وإيش اللي محتاج صيانة، وإيش اللي انتقل لمرحلة التكهين. ومتابعة هذه العملية كلها مهمة جدا في عملية تشغيل المستشفى. نقطة مهمة جدا، ويمكن الفترة الماضية كانت الهيئة الغذاء والدواء بتركز عليها بشكل كبير جدا، موضوع البلاغات على الانسيدنتس اللي بتصير بسبب الأجهزة الطبية. احنا دورنا في المستشفيات انه احنا ما طبعا نجامل الشركات، بالعكس يمكن احنا بلاغنا هذا في بشكل يعني مبكر راح يساعد الشركات انها تخرج من مشاكل قانونيه ممكن تكون اكبر. فبالتالي اي انسيدنت بتصير بنعمل ريبورتنج لهيئه الغذاء والدواء. طبعا في بروسيجر معينه، وكل يعني انسيدنت لها ليفل معين، وبعد كده على يعني ما تتخيلوا مدى اهميه هذا الموضوع من ناحيه موضوع المحافظه على سلامه المرضى في المستشفى عندي على حتى مستوى العالمي. الريكولز كثيره مثلا بتصير على انواع معينه من الاجهزه، قد تكون المشكله في باتش معين، قد تكون المشكله في تصميم الجهاز، قد تكون المشكله مثلا في التدريب المقدم للفريق اليوزرز او غيرها وغيرها. فبالتالي وجود هذه البلاغات راح يساعد على معرفه المشاكل اللي في هذه الاجهزه، وبالتالي تساعد ايضا على تحسينها وتحسين يعني تصميمها او حتى تطويرها في المستقبل. طيب نجي نتكلم على بعض الادوار الاخرى اللي المفروض يعني المهندس الطبي يقوم بها. احنا نتكلم عاده المستشفى، يعني كل منظمه دائما بتحاول انها تحافظ على الجوده، وهي بتكون احد اهم اهدافها، وبالتالي ويعني وعلى يعني خلينا نقول بالخصوص ان نتكلم على المستشفيات. المستشفيات موضوع الجوده فيها موضوع يمكن ما هو ترفيهي او رفاهيه، هو يعني خلينا نقول موضوع احد اعمده المستشفى. بدون جودة راح نخسر سمعة المستشفى، بدون جودة راح نخسر ممكن الاعتمادات، بدون جودة ممكن لا سمح الله يصير عندنا مشاكل يعني أخطاء طبية كثيرة، قد نخسر مبالغ مالية. فبالتالي الجودة مهمة جدا جدا جدا. اللي بيصير عادة في المستشفيات بيكون يعني مسؤولين عن مسؤولية الجودة من ممكن مختلف التخصصات، ممكن يكون أحد من المختبرات، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون أي أحد آخر. أنا أشوف أنه المهندس الطبي هذا يمكن من أهم الأدوار اللي ممكن يقوم بيها في المستشفى. عنده technical background زي ما ذكرنا، عنده medical background. موضوع الكواليتي والأوبتمايزيشن هذا جزء أساسي وصميم من عمل المهندس. احنا نتكلم مثلا خلينا نقول على الهندسه الصناعيه احد افرع الاساسيه موضوع الكواليتي. فبالتالي احنا اذا نتكلم على كواليتي فهي تعتبر احد افرع الهندسه. فاللي حاب انصحكم به جميعا انكم تركزوا على هذا الجانب. يعني كل واحد له خلينا نقول نقاط قوه. بعض الناس يركزوا على الجزء التكنيكال، بعض الناس يركزوا على موضوع مثلا خلينا نقول الكوميونيكيشن او غيره وغيره. في ناس يستهويهم موضوع الجوده، محافظه على يعني خلينا نقول الستاندردز الموجوده في المستشفى، كتابتها، موضوع الاعتمادات اللي بتحصل عليها المستشفى. احنا الان بنتكلم على عدد كبير من الـ من الـ
من الجهات اللي بيكون فيها موضوع اعتمادات، نتكلم على مثلا صباحي، على المستشفيات، عندنا الجي سي اي، الاعتمادات الدوليه وغيرها من الجهات اللي احنا لازم نكون يعني محافظين على، حتى ممكن برضو الايزو في بعض الاشياء. فبالتالي هذا خلينا نقول قطاع كبير مهم وحيوي، واعتقد انه دور المهندس الطبي حيكون فيه فعال، وممكن نضيف اضافات كبيره جدا في هذا المجال. من ضمن برضو الترندز الجديده في موضوع الدور المهندس الطبي في المنشآت، موضوع اللي هو الانتجريشن، ربط الانظمه. احنا بنتكلم الان على موضوع ال HI system، الهيلث انفورميشن سيستم، الميديكال ريكوردز حقت المريض. بنتكلم على انظمه الايمجينج الموجوده، وكيف ربطها ربط انظمه الايمجينج والتخزين بال HI system، موضوع ربط مثلا الفارماسي بال HIS، اشياء كثيره بنتكلم عنها. حتى موضوع الان بنتكلم على المونيتورز حقت المرضى، وكيف تربط مباشره بانظمه المستشفى. هذه كلها طبعا يعني بيقوم بها، ممكن قد يقوم بها مهندس طبي، او قد يقوم بها شخص متخصص في الاي تي. احنا كل التخصص كل ما يتطور، كل ما يبدا يتخصص في يعني خلينا نقول فانكشنز معين. فانا اعتقد الان حان الدور انه يكون في عندنا يعني مهندسين طبيين متخصصين في موضوع ربط الانظمه والانتجريشن حقها ما بين السيستمز المختلفه. وفي انا اعتقد يعني تقابلت مع عدد من المهندسين الطبيين اللي شغالين في هذا المجال، واعتقد ما زلنا في حاجه كبيره ل يعني خبراء في هذا المجال. وطبعا موضوع الامن السيبراني يعني موضوع يعني خلينا نقول احد اهم مواضيع الساعه الان. احنا نتكلم عن وجود هيئه الامن السيبراني في المملكه، بنتكلم عن موضوع انه الاجهزه الان بشكل كبير صارت مربوطه على شبكه المستشفى وحتى على شبكه الانترنت. فبالتالي وجود مشاكل يسببها اختراقات سيبرانيه وارده جدا. احنا بنتكلم على تهديد امني ممكن يستهدف المستشفى، احنا بنتكلم على تهديد ممكن يكون من دول معاديه انها بتستهدف يعني الدوله عندنا، عن طريق يعني مثلا اختراق النظام الامني في المستشفيات مثلا، وبالتالي تاثر على المرضى. حصلت انسيدنتس كثيره، مثلا قبل فتره قريبه كان في اختراق لاحد المستشفيات في الولايات المتحده، كانوا بيعملوا عمليه مانيبيليشن للديتا حقت بعض الايمجينج سيستم، وبالتالي الدكاتره كانوا بياخذوا قرارات لتدخلات جراحيه في احيانا حالات ما تستدعي تدخل جراحي، او العكس في حالات تستدعي تدخل جراحي والدكاتره ما كانوا بيعملوها. فبالتالي هذه يعني احد الاشياء اللي ممكن تسببها، او قد يسبب ايضا تعطل للانظمه الموجوده في المستشفى، تعطل في الاجهزه، قلنا تعطل في الداتا، او اختراق لخصوصيه في المرضى، وهذه نقطه مهمه جدا. يعني تسرب بيانات، نتكلم مو فقط بيانات صحيه، نتكلم حتى بيانات ماليه، لانه الان معظم الدفع بيصير مثلا عن طريق الكريدت كارد، بيكون هذا مسجل عندنا في النظام. فبالتالي اي تسرب لمعلومات المرضى ممكن يؤدي الى ايضا تسرب لمعلوماتهم الماليه، و يعني بيكون في عندنا يعني عدد كبير من المشاكل اللي ممكن تكون مربوطه. حتى نتكلم حتى الان في اشياء ممكن تؤدي الى مثلا اتاكس يعني تارجتد. قبل فتره برضو كان في نائب وزير الدفاع الامريكي في هذيك الفتره كان عنده مركب بيس ميكر، وكان تلقى تهديد بانه ممكن ان هم يتحكموا في البيس ميكر هذا، يوقفوه او يعطلوه او غيره، وبالتالي هذا تهديد مباشر للشخص عن طريق الجهاز الطبي. فبالتالي مهم جدا بالنسبه لنا احنا كمهندسين طبيين ان نكون ملمين ب خلينا نقول البروتوكولز والستاندرز والبروسيجرز لموضوع الامن السيبراني في المستشفى عندنا،
في تنسيق ما بين وما بين قسم الاي تي لهذا الموضوع، تحديث الفاير وولز، بتقديم التدريب المناسب لليوزرز، ايضا لما نجي نتكلم حتى على المفاضله ما بين الاجهزه، لازم يكون في عندنا تاكيدات من الفندرز على موضوع انه البريتش للانظمه الداخليه للجهاز انها محميه باشياء مختلفه. عندنا عدد كبير من البروسيجر اللي احنا ممكن ناخذها في عين الاعتبار عندما نقيم الجهاز او حتى المنظمه ككل كمستشفى من ناحيه الليفل اوف سكيورتي للامن السيبراني حقها. بما اننا تكلمنا على موضوع الانتجريشن، الان بنتكلم على كونسيبت جديد اللي هو موضوع المستشفيات الذكيه. والمستشفيات الذكيه يعني يمكن هي خلينا نقول من مسماها، بنتكلم على سمارت هوسبيتالز، بتربط ما بين يعني المريض وتخلي الاكسبيرينس حقته في المكان مختلفه. بنعمل احنا انتجريشن خلينا نقول ممكن عن طريق في غرفه المريض، بنتكلم على المونيتورز الموجوده، بنتكلم على ممكن تاتش باد لاي فانكشن يعني يحتاجها المريض، بنتكلم مثلا على استعراض التقارير الطبيه للمرضى سواء كان من داخل المستشفى او خارجها، بنتكلم عن يعني ربط مثلا حتى اذا بنتكلم مثلا على موضوع اداره المخزون للاجهزه الطبيه عن طريق يعني بعض المستشفيات الذكيه بيكون فيها اداره متكامله لعمليه معرفه الجهاز، وفي عندنا مثلا انترنت اوف ثينجز، بالتالي احنا نعرف الجهاز هذا بيتحرك من فين لفين، يكون عندنا مثلا اي اف اي دي او تاج الكتروني موجود على الجهاز، وبالتالي نعرف هو فين رايح من فين لفين. طبعا المستشفيات فيها فانكشنز الان بدات بشكل كبير جدا بتاخذ الترند هذا. احنا بنتكلم عن المستشفيات الذكيه، احنا بنتكلم على عده اشياء، بنتكلم على خلينا نقول اوتوميشن، بنتكلم على ديجيتاليزيشن، بنتكلم على موضوع انه يكون الـ يعني بيشنت سنتر اوبريشن للمستشفى. هذه عده خلينا نقول اشياء بيستفيد منها المريض، بيستفيد منها المستشفى. يعني حتى مثلا خلينا نقول من مثلا امثله لموضوع الاوتوميشن، موضوع الصيدليات. الان بنتكلم على موضوع اوتوميشن للصيدليات الداخليه والصيدليات الخارجيه للمستشفى. بنتكلم على برضه موضوع اوتوميشن لموضوع توزيع الغذاء، بنتكلم موضوع الاوتوميشن بالنسبه لاداره خلينا نقول في الباك اوفيس يسموها اداره خلينا نقول النظافه مثلا، بنظافه البيت شيت اللينينز، هذه الامور كلها بيصير لها اوتوميشن الان. في ايضا في موضوع خلينا نقول الريكوردز حقت المرضى الان بيحصل لها اوتوميشن بشكل كبير جدا. المستشفيات الذكيه يعني كل ما لها بتتطور مع الزمن، وكل ما احنا اخذنا في عين الاعتبار هذه المواضيع كلها، احنا اول شيء بنرفع من كفاءه المستشفى وعملها، بنوفر مبالغ ماليه، بنزيد من سمعه المستشفى، بنحقق عدد من الاهداف بهذه المعايير. حتى موضوع يعني خلينا نقول تحسين النتائج السريريه، المستشفيات الذكيه بتلعب فيها دور. احنا بنتكلم الان على موضوع الداتا اناليسيز والبيج داتا اناليسيز، المستشفيات الذكيه بتساعد على هذا الموضوع، بالتالي بتساعد على تحسين نتائج الاختبارات السريريه، او اسف نتائج العلاجات السريريه. طيب اخيرا يعني موضوع التطوير والابتكار، حقيقه يعني يمكن احنا في عندنا في السعوديه وفي مستشفياتنا جانب هذا شويه ضعيف. انا اعتقد انه هو دور مهم ومهم جدا لنا كمهندسين طبيين احنا نقوم به. اذا ما احنا قمنا به، مين اللي راح يقوم به؟ زي ما ذكرنا معرفتنا الاحتياج اللي حسب البيئه، حسب احتكاكنا بالمرضى، حسب احتكاكنا بالاطباء، بمعرفتنا بقراءاتنا، بالتالي نقدر ان احنا نبدا نفكر في تصميم او تطوير منتجات جديده. هذه كلها راح تساعد في رقي التخصص ورقي البلد وتطويرها، وطبعا انشاء شركات جديده بناء على هذه الابتكارات الجديده.
من ضمن الاشياء الان اللي بنتكلم عنها بشكل كبير جدا موضوع البوينت اوف كير ميديكال تكنولوجيز، وهذه هي عباره عن اجهزه طبيه بتكون عاده موجوده في العيادات او مثلا حتى في بعض البيوت او في بعض خلينا نقول بعض المستوصفات او الوحدات الصحيه الطرفيه اللي هي بتساعد الدكاتره ان هم يعملوا بعض الفحوصات في العياده. فطبعا هذه بتوفر وقت، بتوفر يعني مبالغ ايضا، بدل ما يرسل العينه الى المختبر وتحلل وهكذا وهكذا، يكون في قرارات سريعه الدكتور بيقدر ياخذها. فهذا يعني موضوع هذا فيه له مجال كبير جدا للتطوير والعمل اللي ممكن يقوم به المهندس الطبي. ايضا موضوع التلي ميديسن، والان بنتكلم على هذا الكونسبت بشكل كبير جدا. التلي ميديسن يعني خلينا نقول في نوعين من يعني او مفهومين في هذا الموضوع. في عندنا حاجه يسموها التلي هيلث وفي حاجه يسموها التلي ميديسن. التلي هيلث اللي هو يعني خلينا نقول الرعايه الصحيه عن بعد، يعني مثلا زي الان في مشروع لوزاره الصحه في تطبيق ممكن تتصل بهم ويبداوا يعني تديهم الاعراض اللي عندك ويعطوك النصائح او الريكومنديشن سواء كان عن طريق التليفون او عن طريق اتصال مرئي، فهذا يعتبر تيلي هيلث. لكن التيلي ميديسين هو يكون مبني اكثر على اجهزه طبيه يكون فيها كوميونيكيشن، ممكن يكون مونيتور، ممكن يكون حتى ممكن يكون خلينا نقول اجهزه السيرجر اللي عن بعد الان نتكلم عنها الروبوت، تلاقي دكتور موجود في مدينه بيقدم بيعمل عمليه جراحيه في مدينه اخرى عن طريق التلي ميديسن. وطبعا هذه لها بروتوكولها ولها يعني خلينا نقول متطلبات ومواصفاتها، لكن عموما هذا من ضمن الاشياء اللي ممكن يكون فيها ادفانسمنت كبير في الفتره المقبله، ولازم احنا كمهندسين طبيين ان احنا نفكر فيها وناخذها في عين الاعتبار. نيجي هنا لنهايه الويبينار، اختم بعباره لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان: ان مستقبل المملكه مبشر وواعد، تستحق بلادنا الغاليه اكثر مما تحقق. لدينا قدرات، سنقوم بمضاعفه دورها وزياده اسهامها في صناعه هذا المستقبل. ويعطيكم الف عافيه، واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يكتبه على الشات او الكيو اند اي، او اللي حاب ممكن حتى الان ممكن يستقبل مداخلات صوتيه اللي حابين. يعطيك الف عافيه دكتور ماجد، محتوى شيق ممتع جدا، الله يعطيك الف عافيه. طيب في عندنا الخانه حقت الكيو اند اي، يا ريت الجميع اذا كان يبغى يشارك في سؤال او تعليق مكتوب او انه تريز هاند، اذا سعفنا الوقت حنقدر ناخذ كم مشاركه صوتيه. في سؤال دكتور من مهندس ناهد: بالنسبة للابتكار والتطوير، إذا كان المستشفى أو المركز الطبي غير تعليمي، فهل هناك حاضنة أخرى للابتكارات، وكيف يمكن المهندس الطبي أن يقدم فكرة لتطوير جهاز أو معدة طبية؟ طيب بالنسبة لموضوع الابتكار، حقيقة زي ما ذكرنا إحنا لسه في المملكة ما زلنا يعني خلينا نقول بنخطو خطواتنا الأولى في هذا الموضوع. يعني الحمد لله الفترة الماضية بدأنا نسمع عن منظومة الابتكار في المملكة بدأت تتحسن بشكل كبير جدا. بنتكلم عن مراكز الابتكار، بنتكلم عن حاضنات الأعمال، بنتكلم على جهات ممولة سواء كان المستثمرين الملائكيين أو المستثمرين الجريئين أو حتى بعض الصناديق اللي بتدعم الشباب والمشاريع. يمكن الفترة الماضية كان هذه الصناديق مركزة بشكل كبير على خلينا نقول الأسر المنتجة والأفكار البسيطة، يمكن في الفترة القادمة يكون تركيزها أكبر على موضوع التقنيات والابتكارات بشكل أكبر. حتى الآن الشركات الطبية يعني في يعني توجه إلى أنه يكون في عندها جهات للتطوير والابتكار اللي يسموها الـ R&D موجودة بالذات للشركات الكبيرة. أعتقد أنه هذا توجه بالنسبة للدولة في يعني توجه لهذا الموضوع بشكل كبير جداً. الآن يعني خلينا نقول ممكن يكون الموضوع يعتمد على الشخص نفسه ويعني عزيمته وإرادته إنه هو كيف يبدأ يحط الفكرة ويبدأ يتواصل مع الجهات اللي طبعا هي في نهاية الموضوع. حتى لو أنت كنت في منظمة تعليمية أو حتى أو حتى شركة تدعم موضوع الابتكار، في الأخير لازم تقدر يكون عندك القدرة على إنك
تقنع خلينا نقول المديرين او حتى المستثمرين في موضوع انك تقنعهم بجدوى اول شيء الفكره من ناحيه التقنيه، وايضا جدوى الفكره من ناحيه اقتصاديه. فبالتالي لازم تعمل على هذا على هذه الجزئيه، تطوروها، تكتبوا الفكره، وممكن اذا استدعى الامر يكون في فريق عمل من تخصصات مختلفه زي ما ذكرنا احنا. عاده الاجهزه الطبيه اجهزه معقده جدا، تحتاج انه يكون في فريق متعدد التخصصات. فبالتالي هذا الفريق راح يساعد الباحث او المهندس الطبي ان هو يعمل يبلور فكرته بشكل اكبر، وبالتالي بعد كده يعرضها على الجهات المختلفه. الان في عندنا منشآت بتدعم الابتكارات، في عندنا الآن مثلا مسك أيضا بتدعم الابتكارات، في عندنا عدد من الجهات أيضا فيها مسرعات أعمال وحاضرات أعمال، هذه كلها بتستقبل الأفكار وبتعمل على تطويرها مع الباحثين المخترعين. أنا في عندي كمان تعليق دكتور، برضو إحنا قبل جائحة كورونا الحقيقة كان في مؤتمر في دبي، صار مؤتمر الهندسة الكلينيكية العربي، كان هذا يقام في كل يعني كل سنة يقام في دولة مختلفة، وكانت الجمعية مشاركة فيه في سيشن خاصة متخصصة للابتكارات الطبية والمشاريع الناشئة في المجال الأجهزة الطبية. كان واحدة من المشاريع اللي تقدمت كان مشروع برين اي اي، وحاليا المنتج وصل لمرحله الانتاج الحقيقي ما شاء الله تبارك الله، وكانوا ضمن مسرعه اعمال صحيه تابعه لهيئه المنشات الصغيره والمتوسطه، كانت دعم الموضوع بشكل كبير بالتعاون مع مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، ممثله في حاضنه الاعمال اسمها بادر، وحاضنه اعمال بادر في مقسمه عده حاضنات اعمال، في حاضنه صناعيه، حاضنه صحية أو خلينا نقول حيوية بايو بادر، وفي الحاضنة التقنية. ففي حاضنات أعمال حكومية وخاصة إن كثير حيدعموا، وزي ما تفضلت برضو في المعلومات اللي تفضلتها. تمام. كان في سؤال برضو دكتور في الشات، كيف تضع كود للجهاز الطبي؟ ممكن مثال؟ كيف أضع؟ أنا ما هو واضح لي إيش المقصود كود بالجهاز نضع الطبي. كود للجهاز الطبي ممكن مثال. أوكي. طبعاً إحنا بنتكلم على موضوع الليبلينج. طبعاً يختلف، كل مستشفى لها طريقة في الليبلينج تختلف عن المستشفى الأخرى. يعني حسب عدد الأجهزة، حسب يعني طريقة الكودينج اللي بتتبعها المستشفى، يعني هذه تختلف من مستشفى إلى أخرى يعني. لكن اهم شيء بالنسبه مثلا للليبل انه هو يكون من ماده مثلا ما تكون قابله للتحلل بسرعه، مثلا ما تكون ورق ضعيف، او مثلا لازم يكون برضه ضد المويه، او برضه ما يكون مثلا اي احد يقدر يعني يقلعه بسهوله. بالتالي هذا الكود مهم زي ما ذكرنا في الموضوع، حتى مراقبه الجهاز ومعرفه فين مكانه يعني. فهذه يعني يمكن اذا فهمت السؤال بطريقه صحيحه. طيب دكتور، برضو كان في سؤال فيما يخص الجودة في المنشآت الصحية، هل في عدد أجهزة محدد يعني أو رينج لعدد الأجهزة اللي يكون مسؤول عنها المهندس الطبي داخل المنشأة الصحية؟ والله حاليا ما عندي خلينا نقول رقم محدد لعدد الأجهزة لكل مهندس طبي، لكن يعتمد على نوع الجهاز، يعتمد على يعني هي الخير ما هو يعني عدد الأجهزة. مثلا في يعني أجهزة محتاجة إلى عناية أكبر، محتاجة مثلا إلى صيانة دورية أكثر، محتاجة إلى أو لها ممكن نقول خرابات أكثر، فبالتالي الهاندلنج لها ممكن يكون في مهندس طبي عنده مثلا 10 أجهزة لكن شغلات لوقته بشكل كبير، وفي مهندس ممكن يكون عنده مئات الاجهزه لكن مثلا ما تتطلب الى صيانه يعني او عنايه كبيره. فبالتالي ما نقدر نحدد احنا عدد الاجهزه لكل مهندس بشكل حسب يعني بشكل دقيق يعني. طيب تمام، الله يعطيك العافيه. انا شايف الوقت صراحه داهمنا شويه، ممكن نشوف اذا كان في مشاركات صوتيه، ممكن ناخذ مشاركتين او ثلاثه، اذا كان احد عنده مشاركه يسوي ريز هاند، وحناخذ بالترتيب
بنحاول إنه طيب في الأخ طارق، تفضل أخ طارق، تقدر تفتح المايك وتتكلم. أخ طارق عقيلي، ممكن ناخذ اللي بعده إلى نجهز طيب طارق. يا شور. طيب في الأخ أشرف، تفضل أخ أشرف، السلام تقدر عليكم. تفتح معك. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سؤال بس، أنا بتكلم بالنسبة للجودة، بالنسبة للسؤال بتاع لكل مهندس عدد أجهزة معينة. كان الجودة كانت عاملة برنامج قال لك لكل مهندس تقريبا 100 جهاز من كلاس A وبي وسي، وأكتر من المنشآت عاملين بالكلام ده. هل ده يعني أكتب للمهندس، ولا في عدد زيادة على حسب ما حضرتك قلت، اللي هو بالنسبة لأهمية الجهاز اللي هي الكلاس بي والبي سي، واللي على عدد يكون العدد قليل ولا كبير على حسب الأهمية. والسؤال الثاني، إدارة التجهيزات، في أوقات في منشآت بتبقى إدارة التجهيزات منفصلة عن إدارة السنة الطبية، ده إدارة وده إدارة، هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ طيب بالنسبة لموضوع عدد الأجهزة، زي ما حضرتك تفضلت، يعني الحكم على عدد الأجهزة فقط كده يعني قد يكون صعب. يعني أحيانا حتى ممكن عمر الجهاز، عمر المستشفى يلعب دور. يعني مثلا كل ما كانت مستشفى حديثة ممكن المهندس الطبي ياخذ عدد كبير من الأجهزة، لكن لو كانت مستشفى قديمة فبالتالي تكون الأجهزة قديمة، بالتالي يكون في يعني خلينا نقول احتياج لعناية أكبر لهذه الأجهزة، ممكن تكون اكبر. حتى ايضا يعني موضوع العقود المختلفه، زي ما ذكرنا اذا كان عندنا العقد، في عندنا صيانه او ضمان الجهاز كان تحت الضمان او كان تحت عقد صيانه من الشركه او عقد صيانه من طرف ثالث، هذه كلها تخفف العبء على المهندس الطبي. اذا كان الموضوع حيكون يعني ان هاوس، ساعتها برضو هنا محتاج الى وقت اكبر وبالتالي عدد اقل من الاجهزه. فبالتالي انا ما زلت اشوف انه صعب انه احنا نحدد عدد اجهزه لكل مهندس، يعتمد على حسب الحاله وحسب الكيس. بالنسبه للسؤال الثاني في موضوع، معلش نسيت السؤال، ايش كان السؤال الثاني؟ كان السؤال الثاني فيما يتعلق في اداره التجهيزات الطبيه ايوه واداره الصيانه، هل ان يفضل تكونوا منفصلين ولا تحت اداره واحده مندمجين؟ والله يعني طبعا كل ما كان الاثنين في تحت اداره واحده كل ما كان افضل في موضوع الكوميونيكيشن، لكن لو حتى كانوا منفصلين اهم شيء يكون في كوميونيكيشن جيد ما بين الادارتين، عشان يعني طبعا كلها تصب في بعض. يعني شراء الاجهزه معناها بيؤدي الى انه يكون في عندنا لود اعلى على موضوع الصيانه، وايضا موضوع مثلا الصيانه احنا يعني فيدباك مهم بالنسبه لاداره التجهيزات، انها تعرف انه والله الفندور المعين هذا عنده مشاكل او مثلا جيد او غيره، فبالتالي مهم يكون في فيدباك ما بين الادارتين بشكل كبير. تمام، يعطيك العافيه دكتور. ناخذ اخر مشاركه، حقيقه اخر مشاركه صوتيه، المهندس محمد، تفضل اخ محمد، تقدر تفتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. هو بس انا حبيت يعني انا شكرا لكم جميعا وشكرا لحضرتك يا دكتور. انا كنت اتمنى برضو ان احنا نعمل محاضره كمان عن دور المهندس الاجهزه الطبيه في قسم السنه الطبيه، لان انا بعت برضو سؤال في من ضمن الرسائل ان دور المهندس الطبي ما بيقفش عند الصيانه بتاع الاجهزه بس، في مهندس مسؤول عن شغال في المستودع عن استلام الأجهزة، وفي مهندس تاني في إدارة التجهيزات، وفي مهندس تاني في إدارة مراقبة المخزون. فدور المهندس مش مقتصر بس على موضوع الصيانة، فإحنا عايزين نعمل زي محاضرة كده لموضوع الصيانة دي. يعني حاجة
النقطة التانية اللي هي الخاصة بموضوع عدد الأجهزة لكل مهندس. طبقا للمعايير سباهي اللي هي الـ FMS.25، إن هي محددة إن كل 2.5 بايوميديكال مسؤولين عن 100 سرير، وكل من 3 لـ5 بايوميديكال مسؤول عنهم تيم ليدر، وكل من 5 إلى 7 أشخاص مسؤول عنهم واحد أدمن. ومسؤول بالنسبة للمهندس، في كومنت معمول بالنسبة في السباهي إن المهندس مسؤول بالصف اللي معاه مسؤول عن 500 جهاز. أنا بس كنت حابب أضيف النقطة دي، وشكرا لحضرتكم جميعا. شكرا يا باشمهندس على المعلومة، يعطيك ألف عافية. طيب الله يعطيك ألف عافية دكتور ماجد، وشكرا لمشاركة الجميع وتفاعلهم من بداية المحاضرة، بداية الويبنار إلى نهايته. الحقيقة الوقت يعني انتهى وقتنا، فحبينا نشكرك مرة ثانية دكتور ماجد رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية، وأستاذ مشارك في كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز بجدة، هو مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية في الجامعة. الله يعطيك ألف عافية دكتور ماجد، وشكرا جزيلا لحضورك معنا وتواجدك وتبرعك بوقتك. شكرا للحضور جميعا، سعيد جدا بالتواجد اليوم معكم، يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة لكم. شكرا جزيلا.